فيه جايبنا من اخر الدنيا. شو هو الست طوارئ؟ في خبريه بدي لك اياها بس ما بعرف كيف بدي لك اياها. لا بليز ما تقلي فجري جرت الحمام مره ثانيه. ما خص جرت الحمام. اجا جاب الكهرباء وعرف انه سارقين. ما خص تبع الكهرباء. طب شو شو في؟ بدي لك انه ايه انا حامل. نعم حامل. كيف حامل يعني؟ مجدوب انت غبي؟ كيف حامل؟ فهمني شو كيف يعني حامل؟ ما تاكلي لي راسي. ما انتو بتقولوا اذا حدا حس بدوخه ولعيان نفس وصار يستفرغ يعني حامل. انت حاسس بدوخه ولعيان نفس رح تستفرغ؟ ايه. لا حياتي منك حامل. انت ناسي انك نايم مكشف كل الليل، كل الليل غطيك. يعني انا شو بدك يعني؟ ماني حامل؟ لا منك حامل. يعني ماني حامل؟ لا منك حامل. الله. ولا بس فقت الصبح كنت مطشطش كلي من هون انا والفرشه. مش هيدي ميت الراس فقعت معي؟ مش فقعت معي ميت الراس؟ مايت الراس فقعت معك ولا حاضر فيلم رعب امبارح وناسي حضرتك انه كل ما تحضر فيلم رعب بتوع الصبح عامل تحتك؟ يعني ماني حامل؟ لا منك حامل. سوري بس بتعرفي بس حدا يفكر حاله حامل ويطلع مش حامل بيتأثر شوي. بسيطة يا قلبي بسيطة، ما تعتلها مش مشكلة. قالوا جبت له تياب زرق للصبي. صبي؟ كمان عارف انه صبي؟ ايه صبي. ما كل الليل حاكمني وجع بطن وطلبيت حاسس بطني عم تتخزع. ما هن بقولوا اذا حدا معه صبي بضل كل الوقت بلبط كتير وهيك. هيدا الصبي عم بلبط كتير وهيك ولا الغازات لانك فقع ملفوفتين وقرنبيطه نايين امبارح بالليل؟ يعني ماني حامل؟ يا عمي منك حامل؟ لا منك حامل. حاجة بقى ارحم حالك وارحمني. شي مرة اسألني لقلي شو عم بيصير معي. بعدي جاي من عند الحكيم وجايبه معي فحوصاتي. ما حلك شو طالع معي. ايه شو طلع معك؟ طلع معي بروستات. ما تزعلي ما تزعلي خلص. شو اشبك؟ ما اليوم الطب تطور وكل هالامراض صار لها علاجات. شو اشبك؟ ناسي انا هديك السنة كيف صحيت لما ضربني سرطان الثدي؟ وهي لك ما اشبني شيء، ما عاد في ثدي، ما عاد في سرطان. كات! خي اعطيني نصك. اعطيني نصك. معقول راسكن؟ يا اختي انت حامل وانت معك بروستات. برافو برافو. عكل حال يلا اكشن. طيب انا بدي اعتذر منك لانه مضطر روح شيل اجري هلا تاخرت عرفتي؟ ايه خلينا نطلع بريك فرد مره بدي روح اعلم السكسوكي وظبط سوالفي. يلا